طيب الآن مرة ثانية دكتور فيما دكتور يتعلق، في مجال دقيقة. أتفضل. خلاص هي يبين خلاص ريكوردينج كان مش مبين عندي. تمام. هلا هون دكتور الآن احنا بنحكي عن الانترفيرنس ويدج، والآن قبل ما يفصل النت شرحنا الاستراكشر لإلها، وقلنا هو الفرق بينها وبين الانترفيرنس فلتر هو عبارة عن اختلاف السمك، وبالتالي اختلاف السمك اللي هو داي الكتريك ماتيريال. تمام. هلا هذا الحكي كاتب لي عنه انه على اذا بدنا نمشي على الانترفيرنس ويدج، معنى ذلك انه كل ما بدي ويف لينث معين بدي انا اروح اجيب اللي هو عباره عن ثيكنس معين من الداي الكتريك ماتيريال واحطه كانترفيرنس فلتر. يعني هون دكتور شايفين هون هذا لما بتحطه بيطلع لك حزمه ضيقه من طول الامواج. طب الان مثلا بيطلع لك من 250 ل 256. طب السؤال الان اذا انا بدي من 290 ل 210 مثلا ل 310، الان معنى ذلك لازم تركب فلتر جديد بسمك جديد، لانه احنا قلنا مبدا عمله بيعتمد على، سامعيني؟ معك دكتور. تمام. لانه مبدا عمله بيعتمد على الثيكنس تاع الداي الكتريك ماتيريال. قالوا بما انه الان كل ما بدنا طول موجه معينه او حزمه من طول الامواج بدنا نغير الثيكنس ولا بدنا نغير الفلتر كله، لا بنروح على الويدج وبنحط الان داي الكتريك ماتيريال باسماك مختلفه بثيكنس مختلفه. فزي ما شفت انت الان هون الثيكنس مختلف عن اللي هون، وبالتالي طول الامواج اللي بتطلع من هون بتختلف عن طول الامواج اللي ممكن انت تحصلها من هون. تمام. طول الامواج اللي انت ممكن تحصلها من هون. طيب وبالتالي شو عملوا؟ كتبوا الان هون to overcome this problem a which machine dielectric was used. هلا هون هي different thickness زي ما حكينا، وبالتالي هي كانت transmit a wide range of wavelength. ماشي الحال. لاحظ الان انه هون هاي بتشعل لك طول امواج، هاي بتشع الان wavelength مختلف عن اللي هون. ليش؟ لانه الثيكنس اللي هون بيختلف عن اللي هون. هذا التطور اللي صار، ماشي الحال، هذا التطور اللي صار في عمليه الفلترز. اذا مرينا في الابزوربشن فلتر وفي الكت اوف فلتر وفي الانترفيرنس فلتر، وانتهينا بقضيه الفلترز بما يسمى بالانترفيرنس ويدج. اوكي. وكان الان واضح انه في عندي انا تكنولوجيا قاعده بتتقدم في هذا المجال. النوع الاخر من البريزم او من الويف لينك سيلكتور هو عباره عن البريزمز، المناشير. تمام. وفي المنشور الان مبدا الفصل، مبدا الويف لينك سيلكشن بيعتمد على ما يسمى بعمليه الديسبيرشن. وعرفنا الديسبيرشن في الشابتر الماضي، قلنا هو عباره عن التغير بالريفراكتيف اندكس مع تغير طول الموجه او الفريكونسي. هذا اللي حكيناه المره الماضيه، قلنا الديسبيرشن هو عباره عن تغير الريفراكتيف اندكس مع تغير طول الموجه او تغير الفريكوانسي. اذا الان ببساطه اذا بتغير عندي انا طول الموجه الساقطه او بتغير الفريكوانسي، طبيعي الان الريفراكتيف اندكس راح يتغير. ولهذا السبب اذا انت كان عندك بوليكروماتيك لايت مكون الان من حزم كبير من اطوال الامواج نزلوا الان على منشور، فالوضع الطبيعي انه كل طول موجه يصير لها معامل انكسار مختلف عن طول الموجه اللي بجانبها. يعني ال 250 لما بينزل الان على المنشور، هذا المنشور دكتور، لاحظ كيف المنشور الان، لاحظ الان هذه انسيدنت بيم، هاي لونها ابيض، بعرفش اذا شايفينها ولا لا، بالابيض شايفينها؟ شايفينها دكتور. تمام. مبين. الانسيدنت بيم هذا دكتور هو بيمثل عندي مثلا جدلا من 200 ل 400. هلا انا وياك متفقين انه في التحليل الالي ممنوع الان يدخل على السل الا مونوكروماتيك راديشن او حزمه ضيقه جدا. يعني اذا انت مثلا اللمدا ماكس تاعتك 250 ممكن تدخل من 245 ل 250، اللي هي بتكون حزمه ضيقه جدا من اطوال الامواج، والاصح هو مونوكروماتيك راديشن. الان لاحظ المنشور دكتور هو بيشتغل على مبدا الديسبيرشن. شو يعني الديسبيرشن؟ يعني هاي الانسيدنت بيم نزل حزمه كامله من 200 ل 400 جدلا، او من مثلا من 300 ل 800 اللي هي عباره عن الفيزبل ريج. لاحظ الان كيف كل طول موجه دكتور طلعت لحال، الريد له طول موجه لحال، الاورنج كذا، اليالو، الجرين، كل واحد له طول موجه مختلف عن الاخر.
طب ايش اللي صار؟ اللي صار يا دكتور انه الان لما بنزل الان مبدا عمل المنشور انه كل طول موجه بنزل لها معامل انكسار بيختلف عن طول الموجه الاخرى اللي هو نظام الديسبيرشن. يعني ال 250 لما بتنزل على المنشور الان لها معامل انكسار غير ال 255. وبالتالي الان الوضع الطبيعي يطلع من الجهه الثانيه كل وحده لحال. بما انه كل وحده لها معامل انكسار، اذا بتتذكروا في التشابتر الماضي كنا نحط الوسط الاول الوسط الثاني، كانت الزاويه تنزل، كانت السهم ينزل بزاويه وكان يطلع بزاويه اخرى اذا بتتذكروا، اللي هي ثيتا 1 وثيتا 2 لما كنا نحسب منها الريفراكتيف اندكس. تمام. وبالتالي دكتور الان ال 250 لما بنزل الان نظريا حسب مبدا الديسبيرشن له معامل انكسار بيختلف عن ال 255. ال 255 بيختلف عن ال 260. وبالتالي اذا نزلوا هذول كلهم كحزمه واحده زي ما هو زي ما هو مبين عندنا هون، اذا نزلوا الان كحزمه واحده الوضع الطبيعي الان يطلعوا منفصلات. فهذا يعد تطور افضل في علم الفصل. هذا يعد تطور افضل في علم الفصل. وبالتالي يا دكتور انه الان البريزم افضل من الفلترز في عمليه السلكشن. افضل من ناحيه عمليه انه استخدامه كويفلينك سيلكتور. هلا هذا في عنده نوعين، هذا في عنده نوعين، تو كومن تايبس اوف البريزمز. النوع الاول احنا بنسميه كورنو بريزم، والثاني اظن بنسميه اللي هو عباره عن الليترو بريزم. الكورنو بريزم هو عباره عن 60 درجه، هو عباره عن منشور بزاويه 60 درجه مكون من الجلاس او الكوارتز. ولما الكوارتز ماشي الحال، اذا استخدمنا الكوارتز بيكون عندك الان اثنين منشورين كل واحد 30 30، واحد بيكون ليفت وواحد بيكون رايت، فبكونوا هذول ملحومين مع بعضهم البعض بحيث يكونوا شمالهم يكونوا ملزقين على اساس انهم يكونوا 60 درجه. والسبب انه الكوارتز ماشي الحال هو اوبتيكالي اكتف، وبالتالي هو بيحرف الضوء ماشي الحال، هو بيعمل عمليه روتيشن لللايت اما للليفت او للرايت. فليش بحطوا، خلي هلا بنمر على رسمته، ليش بحطوا الان 30 و30 منشورين مع بعض؟ مشان اذا المنشور الاول حرفه الثاني عدله، الثاني عدله. اذا الكورنو بريزن دكتور هو عباره عن منشور من 60 درجه اما من جلاس او كوارتز. اذا استخدمت كوارتز، وعاده الشائع هو الكوارتز، بيكونوا منشورين ملحومين مع بعضهم البعض، كل منشور فيهم زاويته 30 درجه دكتور، زاويته 30 درجه. هلا انت الان لما تطلع عليهم تطلع عليهم كما لو كانوا منشور واحد، وهلا راح نشوفهم. تمام. والسبب انه الكوارتز اوبتيكالي اكتف، بيعمل بحرف الضوء، بيعمل روتيشن للضوء. تمام. هلا هاي العمليه الاثنتين مع بعض بيعمل عمليه كوركشن للضوء. النوع الثاني اظن انه هذا هو، هذا هو دكتور الكورنو بريزم، هذا هو. خليني قبل ما انتقل منه طلع دكتور، هذا منشور وهذا منشور، هذا 30 وهذا 30، مجموعهم 60. شايفين الرسم دكتور؟ نعم. تمام. هلا هذا هذا 30 وهذا 30 دكتور. هلا هذول سيمنتد تو ايتش اذر، يعني لحمهم مع بعضهم البعض، لحمهم مع بعضهم البعض. فالان اللي بيصير انه الان بينزل عندك الانسيدنت بيم ماشي الحال، بينزل عندك انت الانسيدنت بيم، والان الان بصير عندك عمليه الديسبيرشن. ليش لحمنا الاثنين مع بعضهم البعض؟ لانه لازم نعمل عمليه كوركشن. هذا بحرف الاتجاه مثلا اليمين، الثاني بيعدلها للشمال مشان نقدر الان نلمهم خلينا نقول الجهه الثانيه من البريزم. تمام. هذا هو عباره عن الكورنو بريزم، هو عباره عن تو بريزمز 30 30 60 مكون من الجلاس او الكوارتز. اذا كان كوارتز بنلحمهم مع بعضهم البعض، والسبب انه الكوارتز هو عباره عن اوبتيكال اكتف ماتيريال. تمام. والغرض من انه بنحطهم مع بعضهم البعض هو عباره عن الكوركشن لاتجاه الضوء. هلا الان الليترو بريزم دكتور هو عباره عن 30، هو عباره عن 30 درجه، بيستخدم السيم فيز فور انبوت اند ديسبيرشن. لاحظ هيها دكتور، هي شايفها، هي الليترو بريزم. شوف يا دكتور شو اللي صار، نفس الفيز هي، طلع هي الانسيدنت بيم نزلت عملت ديسبيرشن، ومن ثم انعكست عملت عمليه الان اللي هي عباره عن الريفليكشن. الان في عندك هون ميرور، هون في عندي انا ميرور. تمام. فنفس الفيس هيو شايفه، نفس الفيس هون
استخدمناه لعملية الديسبيرشن وعملية الريفليكشن. مش زي هذا، اطلع هذا فاته من هون وطلعوا من هون. الليترو بس حطينا هون مراي دكتور. فشو اللي صار؟ هاي الانسيدنت بيم نزلت الآن عملت عملية ديسبيرشن وبعدين انعكست مرة ثانية على الجهة الثانية، تمام؟ انعكست على الجهة الثانية. هلا لاحظ هون كاتب لك the beam is reflected at the face perpendicular to the base due to the presence of fixed mirror. هذا اللي حكيناه قبل شوية. الليترو بريزم would be used when a few optical components are required. يعني كأنه قاعد بقول لك هذا أقل شيوعا، تمام؟ إذا هذا الليترو بريزم وهذا الكورنو بريزم دكتور، والفرق بيناتهم إنه هذا two prisms cemented to each other، بينما هذا one prism 30 درجة هو نفس الفيس يستخدم لعملية الديسبيرشن وعملية الريفليكشن دكتور. ولكن الآن طلع الآن بينزل incident beam، الآن بيعمل عملية الديسبيرشن، الديسبيرشن الآن بيجوا على المراية هاي، المراية هاي بتعكس لي إياهم، وبالنهاية أنا جمعت معنى الألوان هاي إنه كل طول موجة لحال، تمام؟ كل طول موجة لحال. هلا هذا أقل شيوعا من الكورنو إبريزم. خلينا الآن ننتبه لبعض الأشياء دكتور، لطبيعة المادة اللي بتكون البريزمز. كاتب لي it should be always remember that glass is non-transparent to UV. يعني هلا في الـ في الـ في الـ في الـ UV في مختبر التحليل الآلي، الأصل منطقة الـ UV تستخدم كوارتز ما تستخدم غلاس. بالفيزبل الـ UV دكتور من 200 ل 400 تقريبا. بالفيزبل الآن لو استخدمت غلاس أو كوارتز ما في مشكلة، ولو انه الكوارتز افضل، تمام؟ الان حكي هون الفقره هاي بتحكي عن تاثير نوع الماده تاعت البريزم او تاعت السل على عمليه التحليل. فكاتب لي هون when radiation in ultraviolet therefore when radiation in the ultraviolet is to be dispersed a quartz prism rather than glass should be used. هذا اللي انا حكيته قبل شوي، تمام؟ والسبب انه الجلاس نان ترانسبيرنت. شو يعني نان ترانسبيرنت؟ يعني شايف هذا دكتور، تخيل انه هذا مكون، انا بحكي عن منطقه اليو في، انا بحكي عن منطقه اليو في، تمام؟ الان تخيل هذا مش منفذ، ترانسبيرنت يعني بينفذ، يعني الضوء بيدخل منه وبيطلع للجهه الثانيه. لو هذا ما كان منفذ كان رجع لهون دكتور، كان صار عندك عمليه الريفليكشن لهون، وبالتالي كان ما صار عندك عمليه السبريشن او عمليه الايش الريزوليوشن هذا. وبالتالي الآن اللي بدنا نتعلمه هو ما يلي في منطقة اليو في تحديداً، ما بيصير أستخدم غلاس، والسبب إنه نون ترانسبيرنت مش منفذ. إذا أنا إيش لازم أستخدم بمنطقة اليو في؟ لازم أستخدم اللي هو عبارة عن الكوارتز بريزم، تمام؟ لازم أستخدم الكوارتز. هلا الآن الكوارتز سيرفز ويل إن بوث يو في أند فيزبل، زي ما حكيت لك قبل شوية، الكوارتز بيشتغل بمنطقة الفيزبل ومنطقة إيش؟ منطقة اليو في. هلا اللي بينطبق على الويف لينكس سيلكتور بينطبق على السيل دكتور، يعني الماده اللي مكون منها السيل هي نفس الماده اللي لازم تكون مكون منها البريزم. ما بيزبط الان تشتغل يو في على الجلاس، سواء كان سيل سامبل سيل ولا كان عباره عن اللي هو عباره عن الويف لينك البريزم. وبالتالي it should also be appreciated that the dispersion of the prism is non-linear since it's depend on the wavelength. Dispersion increase for shorter wavelength. Prisms are very good wavelength selector in the range من 200 ل 300 nanometer but so bad for wavelength above 600. يعني كأنه قاعد بقول لك انه البريزمز هو جيد في منطقة اليو في، وفي اخر منطقة الفيزبل بيفقد قدرته على عملية السبريشن على انه يصير wavelength selector. والسبب انه الان الديسبيرشن نون لينير دكتور، الديسبيرشن للبريزم نون لينير. والنونلينير ديسبيرشن اوف بريزم اولسو امبوزز ا بروبلم اون ذا انسترومنتال ديزاين ويتش ويل بي ديسكس ليتر. اذا من هاي الفقره بدنا ناخذ معلومتين نسال عنهم بالامتحان. المعلومه الاولى دكتور طبيعه البريزم، الماده المكونه للبريزم. الماده المكونه للبريزم لازم اذا كنا بنشتغل باليو في رينج لازم نستخدمها كوارتز. اذا كنا بنشتغل بالفيزبل ما في مشكله، كوارتز او جلاس زي بعض، تمام؟ إجلاس أو كوارتز ما بتفرقش، أوكي؟ ما بتفرق. هلا الشغل الثاني دكتور بدنا نعرف إنه البريزمز هم الآن جيدين في عملية الويفلينج سيلكشن في منطقة اليو في،
وبدايه منطقه خلينا نقول اللي هي منطقه الفيزيبل، وبيفقدوا قدرتهم كل ما انت طلعت من منطقه الفيزيبل ريجن. تمام، هذا الان اللي بيحكي فيه هاي المنطقه من 200 ل 300 اللي هي منطقه خلينا نحكي له هون تقريبا منطقه اليو في، وبعدين الان بتبدا اللي هي عباره عن منطقه خلينا نقول الفيزيبل اللي هي بعد ال 350 بتبدا اللي هي عباره عن منطقه ايش؟ منطقه الفيزيبل. تمام، تبدا اللي هي عباره عن منطقه الفيزيبل. شوف الان دكتور كيف هون من 200 ل 250، لاحظ الان المقدره تاعته، ولاحظ الان هون لما احنا بنطلع الان بالويف لينث ايش اللي قاعد بصير عندي. تمام، هلا خلصنا من البريزمز، النوعين البريزمز اللي هم عباره عن اللتر والكورنو، هذول خلصنا منهم واخذنا كل واحد ايش ميزاته. ماشي الحال، كل واحد ايش ميزاته، ايش بيميزه عن اللي خلينا نقول عن الاخر، وبشكل عام البريزمز ايش هي حسنتها وايش هي سيئتها. هلا في نوع اخر من الويف لينث سيلكتور اللي هو احنا بنسميه الجريتنج. في عندنا نوع اخر من الويف لينث سيلكتور بنسميه اللي هو عباره عن الجريتنج. والجريتنج انا خليني اورجيك رسمته قبل ما اللي هو عباره عن ابدا اشرح عنه دكتور. هذا هو عباره عن الجريتنج. هذا هو عباره عن الجريتنج. هو عباره عن قاعده دكتور، وهذا عباره عن بولشت جلاس او كوارتز. تمام، شايفينه دكتور؟ معك دكتور، شايفينه. طيب هلا الان هذا الان هاي، لاحظ كيف هو هاي بنسميها جروفز، هاي الفراغات، جروف يعني قبر في العربي. الان لاحظ كيف دكتور، هاي الطول هذا، السمك هذا، ماشي الحال، عدد الجروفز، طبعا هذول بكونوا بولشت، هذول هذا السطح بكون بولشت. الان عدد الجروفز الان قديش ال نحكي اللي هي عباره عن المسافه من هون لهون. لاحظ انه هاي المسافه A، هاي B، هاي كلها D، وهي راح ندخل الان في معادلات. الان اللي بدي تنتبه له هو ما يلي. شوف الان الانسيدنت بيم الازرق A الواحد، شوف الان دكتور نزل، وشوف الان كيف الان صار له عمليه اللي هو عباره عن الديسبيرشن. شوف الان اثنين، وشوف الان اللي هو عباره عن شو اللي صار له. الان اللي بدي تنتبه له هو شيء اخر، انه الان واحد الانسيدنت بيم نزل هذا، تخيل لو الان ضرب المنطقه هاي، او تخيل لو ضرب المنطقه هاي، شايف هذا الايه؟ شايفينه؟ عن شو بحكي؟ هلا ايه سامعين يا جماعه؟ دكتور معك، شايفين الان إيه هذا؟ دكتور الان لاحظ ايه دكتور، لو الواحد هذا سقط في المنطقه هاي، او سقط في المنطقه هاي، زاويه السقوط اختلفت. يعني لاحظ الايه هذا البلين، ماشي الحال، لاحظ انه هذا البلين، شوف الان زاويه السقوط هون وزاويه السقوط هون، وشوف زاويه السقوط تحت في الجروب نفسه. اذا الان لاحظ انه بمجرد ما تغيرت زاويه السقوط بتتغير الان الزاويه اللي بينكسر فيها. ولهذا السبب الان انت الان بتتحكم بعده اشياء، من ضمنها ومن اهمها اللي هي زاويه السقوط، عدد الجروبز اللي هون، ماشي الحال، عدد الجروبز اللي هون كمان بيساعدنا في عمليه السبريشن. اذا مره ثانيه دكتور، هذا الانسيدنت بي الان اذا نزل هون بيفرق لو نزل عن هون. لاحظ الان الاثنين، لاحظ الان الاثنين، شوف الان الانسيدنت بيم اثنين، شوف الان وين نزل، وشوف الان كيف زاويته. خلينا الان نرجع، بما انه بس شفنا الان ايش هي الان بس تصور عن الشيء اللي بدنا نحكيه. هلا الجريتنج دكتور، هذا اللي انا ورجيتكم اياه اسمه جريتنج.
هو عبارة عن optically flat polished surface، ومعنى optically هو عبارة عن حاجة إلى علاقة في البصرية. flat ورجيتكم إنه عبارة عن flat. polished بكون مصقول جدا 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 surface. إذن هو سطح مصقول. الآن فيه هذا السطح المصقول فيه dense barrel grooves، هايهم دكتور، هايهم barrel. لاحظ إنه هذا إذا جاز التعبير أسميه قبر أو هذا الانزول، هذا بيسموه groove وهذا بيسموه groove وهذا بيسموه groove وهذا بيسموه groove. الآن لاحظ كلهم متوازيات barrel grooves ودense. شو يعني dense؟ dense يعني عددهم كبير. يعني الآن راح يمر علينا أنواع الجريتينجز أحياناً بيوصل آلاف في الواحد مليمتر دكتور. شايف هدول الجروفز؟ شايفهم هدول اللي هم عبارة عن إذا جاز التعبير نسميه قبر. لاحظ كيف هذا نسميه جروف، هذا جروف، هذا جروف، هذا جروف. أحياناً دكتور حسب نوعه بيوصل عندي أنا تقريباً حوالي آلاف بالمليمتر الواحد، بواحد مليمتر. ولهذا السبب هو عبارة عن optically flat polished surface containing أو composed of barrel dense groove. dense يعني عددها كبير. والآن سمكه، الآن ليش الجروف نازل لهون مش لازل لتحت؟ هذا كله بيعتمد على التصميم. إذن الآن عندي أنا الجريتنج هو عبارة عن optically flat polished surface has dense barrel groove، وعندي نوعين منه دكتور، عندي نوعين منه اللي هم عبارة عن الترانسميشن والرفليكشن. هلا الترانسميشن عادة ما بنستخدمه، اللي هو بينفذ ما بيعكس. الترانسميشن الآن هون دكتور، الترانسميشن بيعتمد على مبدأ إنه الآن الانسيدنت بيم بينزل وبينفذ، بينزل وبينفذ، والباقي بيرجع. زي نظام الأبزوربشن فلتر كان بيعتمد على الأبزوربشن، كان بيمتص كل الانسيدنت راديشن وبيرجع اللي انت ما بدك اياه. الان هذا في منه نوعين، في نوع بنزل وبينكسر بصير له ريفليكشن، وفي نوع بنزل وبنفذ. اللي بنفذ هذا ما بدنا اياه دكتور. الترانسميشن فلترز او الترانسميشن جريتنج هذا ما بدنا اياه. اللي احنا راح نركز عليه هو عباره عن الريفليكشن، اللي هو عباره عن قلنا transmission reflection. اللي راح نركز عليه هو عبارة عن reflection type. اللي راح نركز عليه هو عبارة عن reflection. هلا the group density can be low، ممكن يكون عدد the grooves في المليمتر الواحد، هاي زي ما حكيت لك ممكن يكون 80 أقل شيء، وممكن يوصل دكتور 6000 lines بالمليمتر الواحد. المليمتر 10 سنتي دكتور، يعني أقل من إظفرك إذا بتقصه. المليمتر هو عشر السنتيمتر، تخيل قديش السنتيمتر، عشرها هو واحد مليمتر. تخيل الآن يكون عندك 8000 lines أو grooves بالمليمتر الواحد دكتور، وكلهم يكونوا barrel وكلهم يكونوا bullished. هذه تكنولوجيا هائلة جدا دكتور. ولهذا السبب اللي فيكم بتذكر المحاضرات القديمة كنت أقول إنه الآن التكنولوجيا والتطور والمبيعات والأرباح هي لعلم الأجهزة. اللي الآن بيجهز قطعة زي هاي بتكون جيدة وبتعطي الآن خلينا نقول أفضلية، هو الآن اللي مبيعاته أكثر دكتور، تمام؟ لأنه الآن بدنا الآن نرجع نعترف إنه الآن العلم الآن تحاليل بشكل عام هو قائم على التحليل الآلي، يعني على الجهاز. قديش جهازك متطور، قديش جهازك الآن قدرته والسيلكتيفيتي والسنسيتيفيتي تاعته جيدة، قديش جهازك الآن بيخدم، قديش جهازك متطور. ولهذا السبب برجع بأكد مرة ثانية، أحياناً في بعض الأجهزة التقليدية بتحلل مادة معينة بيطلع معها نتيجة، زي لما نيجي إحنا مثلاً نحلل نسبة المبيدات في البندورة تاعت الأردن، لما نيجي نصدرها لدولة معينة ما بيرجعوا بيحللوا البندورة تاعتنا، بقولوا يا عمي نسبة المبيدات عندكم عالية، نيجي احنا بنقول لهم لا المبيدات عندنا جاي نسبتها ضمن الرينج المسموح فيه. هذاك بقول عالي وانا بقول لا. السؤال الان اذا حبة البندورة نفسها وكمية البستيسايدز اللي انا بحلله اللي هو المبيد نفسه
ايش الخلاف؟ الخلاف وليس على السنسيتيفيتي تاعت الجهاز، على مقدره الجهاز يا دكتور انه يشوف. الان في بعض الاشكاليات بيجي بيقول لك انا ما بدي احلل دي ان اي هون، انا بدي اطلع احلل دي ان اي بامريكا. ما هو نفس العينه الاصل، اذا كان نفس الجهاز نفس الجهاز الاصل، النتيجه اللي موجوده هون هي نفس الموجوده في بلاد برا. السؤال الان ليش بروحوا بتعالجوا ببلاد برا، او ليش بروحوا بيحللوا على اجهزه متطور؟ لانه الجهاز نفسه متطور دكتور، القطع اللي جواته بتختلف عن القطع اللي في الجهاز الاخرى. هذا لا يعني انه الناس تستخلص انه الاجهزه اللي احنا بنستخدمها في الاردن اجهزه تقليديه، لا بالعكس. انا زرت الغذاء والدواء عندهم جهازين ثمن الواحد فيهم كان يناهز ال 750 الف دولار. جهازين ثمن تقريبا كان ثمنهم مليون ونص تقريبا كان. فالاجهزه اللي بتوصل عندنا اجهزه متطوره، ولكن انا بقول لك اذا صار في خلاف على نتيجه التحليل شو بيكون السبب؟ اللي بيكون السبب احيانا الجهاز نفسه دكتور. الجهاز نفسه، تمام؟ طيب اذا الان دكتور في عندي انا نوعين، النوع الاول او بالاحرى خلينا بشكل عام بعد ما عرفنا شو الجريتنج، الان دكتور احيانا الجروب دنسيتي تتراوح بين ال 80 وال 6000 لاينز بالمليمتر الواحد. الان عندي نوعين مشهورات من الـ من الـ من الـ من الجريتنجز، الايتشليت والايتشلي. الايتشليت الان اللي بيميزه انه عدد اللاينز فيه من 300 ل 2000، والافرج لاين دنسيتي تقريبا من 1200 ل 1400. هذا الافرج اللي هي بيوضح لك قديش عدد الجروفز وعدد اللاينز اللي موجوده فيه، تمام؟ هلا هذا بيستخدم اللونج فيس فور ديسبيرشن، وهذا الجريتنج ماشي الحال بيستخدموه للموليكيولار سبكتروسكوبي. اوكي؟ للموليكيولار سبكتروسكوبي. هلا النوع الثاني اللي احنا بنسميه الايتشلي، لاحظ انه بيختلف عن اللي قبله، هو الان في عدد الجروفز. لاحظ هذا الايتشلي الايتشليت هذا فيه من 300 ل 2000 لاينز لكل مليمتر واحد دكتور. والافرج لهم الافرج تقريبا 1400 لاينز لكل مليمتر. اذا بتروح على الايتشليت جريتنج بتلاقيه كورس، يعني خشن. يعني السطح تاعه اخشن من سطح الايتشليت ب 80 ل 300 لاينز لكل مليمتر. وبالتالي هو بيستخدم الشورت فيس فور ديسبيرشن اوف راديشن، تمام؟ وهذا السبب هذا بيميزوه الايتشلي، بتميز بالهاي ديسبيرشن ابيليتي. السطح تاعه اخشن لانه تطلع دكتور عدد الجروفز من 80 ل 300، يعني لما تقول 80 ل 300 نانومتر انت الان عندك 1 مليمتر، مره مطلوب منك ترتب فيهن 2000 ومره مطلوب منك ترتب فيهن 300. لما تحط 300 الحجم بيزيد للجروف بيزيد، اذا بصير اخشن، تمام؟ هذول النوعين اللي موجودات، وبنكمل المره القادمه. بس بدي اسال سؤال على السريع، معنا اقل من نص دقيقه، بتكون محاضرات القادمه اللي هي كل يوم خميس على التيم، على المايكروسوفت تيم ولا على الزوم؟ بسرعه على زوم دكتور، لانه التيم زوم اسهل بكثير دكتور. زوم الزوم احسن بكثير. هلا احتمال يفصل باي لحظه فجاه، مين بدكم، زوم ولا تيم؟ زوم. حدا زوم بده؟ زوم. حدا بده تيم؟ مايكروسوفت تيمز حدا بده؟ لا. يعطيكم العافيه. لا المحاضره الجايه. الله يعطيك دكتور، يسلم يديك.